صباح الخير يا حبيبي، عامله صباح ايه؟ النور، عامله ايه؟ مش حوالك لاباسه؟ والله انا زي الفل. طول ما انت زي الفل انا زي الفل. الحمد لله رب العالمين. واش الاولاد لاباس؟ والله كلهم يعني بيسلموا عليكي. الاهل الاهل في مصر صباح. والله كلهم كويسين. ماما انت عامله ايه؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على يعني انا مش في ايدي ساعه، بس ايه خير؟ انت اتصلتي بيا على الصبح كده بقى. انا بص، انا ما تفهمنيش غلط، انا بتبسط لما بتتصلي وبفرح، بس في ايه بقى؟ خير خير. راح نجيبوا جاتو اليوم. مين؟ راح نحضروا جاتو. جاتو على الصبح كده؟ تم الصبح الشمسية الساعة 11، هي فاتت 11 فاتت 11:20. عندك حفلة ولا عندكم عيد ميلاد؟ لا ما عندي لا حفلة عيد ميلاد. وصحي الصبح تعملي كده من غير حفلة ولا؟ جاتو نورمال. احنا الجاتوهات دي بنعملها في المواسم ياما، في المواسم في الأعياد. احنا ولا حاجة نديروها. احنا الحلويات يا حبيبي بنعملها من الموسم للموسم، الاعياد عندنا يعني كل حاجه ليها حلاوه الحلويات. ما تسخفي على حاجه ما ديروهاش. بتقولي ايه؟ كي تسخفي على حاجه ما ديريهاش. كي تسخف على حاجه ما ديريهاش. والله لما بسخف على حاجه بستنى الموسم بتاعها وبعدين. يا حافظ يا رزقي، وضمنتي نفسك تعيشي من الموسم. الله اعلم، يمكن ربنا يكرمنا كده ونعيش ان شاء الله. ان شاء الله. احنا انا بصي انا تحت امر، انا تحت امر، انا اعمل معاكي اي حاجه. مش هنفطر قبل ما نعمل كده؟ مفيش فول، طعميه، بطاطس مقليه، بتنجان مقلي؟ لا الجزائريين ما عندهمش فول، لا فول ولا طعميه. عندهم جويد، عندهم كاتو. تحبي نقدم لك الجو والكاتو؟ لا عندك، انا اقوم اقدم لنفسي. انا بيت اختي. هو انت غريبه؟ يلا ده بيتي. يلا عري، لازم تكون ده بيتي. نوتيلا يعني، بسم الله ما شاء الله. عندك بقى الكروس. انا بصي ما تحركيش، انا عارفه كل حاجه بيت اختي. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. حضري ادي الكاتو. نعمل بقى ايه هنا؟ مش هنشق، كله حلويات. ايه ده يا حبيبو ده؟ ايه ده يا حبيبو؟ طب انت بسم الله ما شاء الله، ويا اما عندك عندك الجاتوه وعندك استني كده. افترى افترى. ده ايه ده يا اختي ده؟ حبيبو ده ايه؟ قرن غزال. ده قرن غزال، انا متعوده قرن الغزال بيبقى لونه ابيض. لا لا هذو لسه ما كملتوش، لسه ما خلصتش. يعني بيبقى مازال بعدين؟ بعدين نحطوا السكر. ده اسمه يا اختي جاتو. اسمه جاتو، ملوش جاتو يتشرب مع الشاي. جاتو يتشرب مع الشاي؟ ملوش اسم؟ ملوش اسم. وده اختي، ده حبيبه، ده اسمه ايه ده؟ ده بالشوكولاته، ده باين عليه حلو. حلو قوي. ده اسمه ايه ده؟ نحط بقى الكيك. حد جه حبيبه يساعدنا في الحلوه اللي انت هتعمليها ولا لا؟ احنا في اتنين بس. احنا اتنين بس. احنا بقى ايه؟ نغذي نفسنا عشان نشتغل بقلب كامل. انا عارفه الحلو على هاد الحساب، على بالي احنا نخلصوا على الخمسه تاع العشيه. انت وراكي حاجه؟ ورايا العيال. انت بت ورايا ولادي. خلاص كفايه علينا كده. هو ده حلو، حلوين دول. رضا رضا. الله اكبر. ايه رايك؟ يلا ولاد الناس، ولاد الناس، ولاد الناس. بصي الحمد لله، بصي المنظر والشكل كده يفتح النفس، حاجه تفتح النفس. بسم الله ما شاء الله، ربنا يجعل عمر حبيبي بالهنا والشفا. بصحتك يا شمس. العصير تحفه تحفه. او طازه طازه، ما هو عشان طازه طعمه حلو، عشان طازه طعمه حلو. المهم حبيبه هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل بوسو لا تمسو. هنعمل ايه حبيبه؟ بوسو لا تمسو. هنعمل بوسو ولا تمسو؟ حلوه جزائريه ما تعرفيهاش، مشهوره. مشهوره؟ مشهوره. بوسو ولا تمسو؟ طب واحنا هناكلها ازاي دي؟ هنمسك الطبق كده ونعمل نبصوا كده ايه اللي حبيتي يعني؟ حبيتي نعمل له كده ونبايباي له من بعيد يعني؟ لا حلوه زي اي حلوه. طب ولما احنا مش هنمسها يما هنعملها ليه من الاول؟ يعني نهد نفسنا وبعدين نعملها، ايه مش يعني ليه؟ لا نمسوها يا شمس، نمسوها حلوه برك اسمها هكا. خليكي عند رايك يا حبيبي، وانت قلتي بوسو ولا تمسو، ازاي اسمها كيما انت اسمك شمس هي اسمها بوسو لا تمسو. هتصدقي عندك حق، احرقتيني. شفتي؟ لا ده انت جبتيها. تاكلي حلوه زي اي حلوه. حلوه زي اي حلوه. زي اي حلوه، تاكليها مع الشاي، تاكليها مع الحليب، تشربيها مع الجو، تاكليها مع الجو، تشربي. اشرب مع العصير مع العصير، مع اي حاجه، تاكليها مع اي حاجه. عادي يعني، عادي يعني. خلاص ماشي. وبالنسبه للمقادير بقى، يبقى قلم رش. لا 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 لا، ايه ده؟ انا ده قلم كحل. يبقى قلم كحل. ونماكيش بقى. طب نعملها بدات نعملها في التسريحه جوه. شفتي 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 شفتي؟ لا نعملها في المطبخ. وشرعي على يديك ونوضي. هنعمل ايه؟ شرعي على يديك ونوضي، نقدموها هنا في المطبخ. عينيا عينيا. بصي احنا هيا شربي شربي الجو تاعك وكلي جاتوك ويلا يا شمس شهي لي. انا خاطر ماكش الوقت، راهو فات قريب 12. ايوه
مش مشكل اكثر حين نخلصوا يعني نفرح حتى باسمها حتى بوس ولا تمس. انا عينيا ليك يا حبيبي. بص احنا هنعمل انت وهنعمل كميه ولا هنعمل قلم روج هنعمل واحده بس ولا ايه؟ لا هنعمل كميه احنا بس بيها نفرحوا بها الاولاد. ربنا يدعمها ان شاء الله بيحسك ان شاء الله بيحسك. تعالي افطري مع حبيبي. انا سبقتك خلص سبقتك انا شربت ان شاء الله. بوس ولا تمسوا نعملوا بوس ولا تمسوا وحلوه ان شاء الله. حلوه حلوه بنينه بنينه بزاف بنينه بزاف. بنينه بزاف. انا بصراحه عمري ما شفتها ولا يعني ولا حتشوفيها وحتاكليها. خلاص ماشي حبيبي. ما انا ما تعاونينيش كي قلتي عمرك ما شتيها عمرك ما نخدمها وحدي. ما انا هاخد من عندي بقى تعرفيني المقادير بقى وكم كوب ومش عارفه وكم ايه وفي حليب بقى وحاجات من دي. ان شاء الله لا فيهاش الحليب. ما فيهاش حليب. لا ما فيهاش حليب. ده ما فيهاش مقادير. كوني جاتوات انت يا شمس حجبوك. انا هتوق اللي بالنوتيلا علشان انا بحب النوتيلا. تقبلي النوتيلا. كوني المقرود اللي قسمطينا. شو مقرود قسمطين الله الله عليه. ده؟ مقرود هو بالذات. دقيه. دقيه. انا هعمل بصي انت قديم انت تبص ولا تمس. او قلت انا عارفه عارفه نفسي عارفه نفسي نخدمه وحدي. ما دمك تحطيتي مع الحلا. انا بص ولا تمس وده ما اعرف بس كانت حلوه ولا مش حلوه. حاجات جميله. بتخدموا شويه حلويات يا ولادي. شفتي؟ عارفه شويه حلويات. شفتي؟ مش مشكله طالما مش وده موسمه ايه بقى؟ عيد الحب؟ اللي ما عندوش موسم. احنا عندنا مثلا ايه العيد الكبير بنعمل كحك وبسكوت وغريبه والحاجات دي. نختي احنا منين نسخفوا النوضه؟ بصوا نسخفوا اكيد في عيد الحب. لا مش في عيد. لا وحنا منين نسخفوا على الكاطو النوضه نديروه؟ لا ما عندوش مواعيد. ربنا يجعل عمر حبيبي. ان شاء الله ان شاء الله بحسك يا اختي. يلا نبدا. نبدا ان شاء الله. يلا على بركه الله. خلصتي؟ كملي الساعه الجي تاعك. خلص خلص. كملي الجي تاعك وكلي الكاطو. بالهنا والشفاء. وبالنسبه للمقادير بقى يبقى قلم روج. لا 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 ايه ده ده قلم كحل. يبقى قلم كحل. ونماكيش بقى. طب ما هي بدات صحيح الصبح تعملي كده من غير حكه ولا احنا الجاتوهات دي بنعملها في المواسم يما في المواسم في العيال على حاجه نديروها. قال لك لي لي سميدو ما عرفت يقولوا سنتي ليش كملي كملي.